وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد السيد خالد الملود رئيس قسم شؤون الحج والعمرة بوزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف الأمين العام لبعثة الحج، أكد على وجود تعاون كبير من قبل جميع حملات الحج البحرينية مع اللجنة وتحملهم المسؤولية الكاملة في المحافظة على السمعة الطيبة التي بلغتها الحملات في السنوات الأخيرة. قامت طبعا مؤخرا لجنة التقييم والمتابعة بالاجتماع مع كافة الحملات المرخصة لإطلاعهم على بنود التقييم وآلية المتابعة والتعريف بنظام المخالفات كي يتم اجتنابها والتأكيد على عدم الوقوع في شيء منها. كما حقيقة تشاور الطرفين حول مواعيد يعني الزيارات الميدانية لفحص المباني والعيادات والخدمات التي سوف تقدم في مقرات الحملات للتأكد من جاهزيتها قبل وصول حجاج مملكة البحرين، والبالغ عددهم في الإحصائية الأخيرة اللي هي 5125 حاج، من ضمنهم 420 حاج من الأخوة المقيمين. يساند هؤلاء الحجاج يعني من الطواقم الإدارية والعمالية ما عدده 231 كادر.